بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد يا جماعة ما عملنا ال HTML البنية بتاعتنا هنبدأ ننسق الكلام ده كله بال CSS. هنعمل ملف اسمه main.css، مفيش داعي أبدا الملف ده يكون في فولدر لأنه لوحده زي ما انتم شايفين معهوش ملفات تاني. طبعا خواص كتير جدا هنكتبها في الملف بتاعنا ده تخص ال CSS 3 زي transition وزي transform وزي الباك فيس والكلام ده كله. كل الحاجات دي موجودة في كورس CSS 3 وما ينفعش ان انت كفرونت اند تكون ما تعلمتش الكورس ده وتيجي على البلاي ليست دي على طول، ما ينفعش نهائيا لان مش هتفهم اي حاجة، فلازم تكون دارس كل الكلام بتاعنا ده في الكورس بتاع CSS 3. طيب جميل جدا الكلام ده، هنبدأ مع بعض. اول حاجة خاصية البوكس سايزنج هيكون border box عشان العناصر بتاعتنا البوردر والبادنج ما ياخدش من ضمن او ما يتحسبش من ضمن الويتس بتاعت العنصر. وهنيجي عند البادي ونقول له font family، هنغير بس الفونت family الطبيعي بتاعنا، نخليه اريال مثلا، تهوما، اي حاجة طبعا عشان بس نلغي الديفولت فونت عشان الديفولت فونت شكله بشع جدا. نيجي عند الكلاس بتاع الانفو كونتينر اللي هو موجود جواه يا جماعة، اسمك وعدد الترايز بتاعتك والكلام ده كله. هقول له الويتس 1080 بكسل، هقول له المارجن 20 بكسل من فوق من على اليمين والشمال اوتو ومن تحت صفر. بعد كده الباك جراوند كلر بحب انا اللون اللي هو F6 ده بالشكل ده، البادنج 20 بكسل، الفون سايز 24 بكسل. طبعا العناصر اللي جوه هنعملها بالفلوت او بالفليكس مفيش مشكلة خالص، فهعمل هنا overflow hidden. تقدر طبعا تحط clear fix بعد العناصر دي او تدي للاب الانفو كونتينر height معين او تستعمل flex زي ما انت عايز. البوردر 2 بيكسل solid وفي لون ظريف كده يعني سماوي شوية 2196F3 اخترته انا. بعد كده الانفو كونتينر ده هيكون جواه النيم float left وبعدين الويتس 50% ونفس النيم ده ناخد منه نسخة للترايز تخليه left او right مفيش مشكلة، كده كده هو 50% هياخد نص المساحة. والtext align right عشان الكلام يجي على اليمين. نشوف مع بعض الشكل بتاعنا هيكون بالشكل ده، جميل جدا وتمام وزي الفل. وندخل على البلوك كونتينر او اللي هو الكونتينر ماسك البلوكس بتاعتنا كلها، كان اسمه ميموري جيم بلوكس، اقول له دوت ميموري جيم بلوكس بالشكل ده. هنديله ديسبلاي فليكس، بعد كده الويتس 1100 زيادة 20 على العناصر او على الكونتينر اللي فوق عشان خاطر هنديله ال 20 دي هتبقى على اليمين والشمال فيها مش كده 10 بكسل. بعدين هنقول له انه الفليكس راب هيعمل راب للعناصر لان هيكون عندنا عناصر كتير جدا عشان العناصر بعد ما تخلص الويتس بتاعها الطبيعي تبدا تنزل تحت وهكذا. ومارجن 20 بكسل اوتو من فوق ومن تحت 20 ومن على اليمين والشمال اوتو. نيجي عند الجيم بلوك ونتفرج الاول، ده الشكل بتاعنا اهو تمام جدا. نيجي عند الجيم بلوك هنقول له الهايت بتاعه 200 بكسل، ده الارتفاع بتاعه اللي احنا عايزينه. وهعمل خاصية الترانزيشن على الترانسفورم بس دوت 5 اس يعني نص ثانية. ممكن اقوله ترانزيشن اول بس انا مش عايزها على كل حاجة، مش عايز تأثير الانتقال على كل حاجة، انا محتاجه بس يكون على الترانسفورم فقط. طيب بعد كده الترانسفورم الترانسفورم ستايل هيكون بريزيرف 3D، شرحنا الكلام ده كله في الكورس بتاع CSS 3 مش عايز ارجع للكلام ده كله عشان ما نضيعش وقت الناس. والكارسر بوينتر علشان لما تيجي تقف عليه زي ما انتم شايفين كده بيجيب لك علامة الماوس كليكابل بالشكل ده ان هو كأنك هيتداس عليه يعني. بعد كده بعد البوينتر هنعمل بوزيشن ريليتيف عشان العناصر اللي جوه اللي هو الاتنين فيس اللي عندنا الفرونت والباك هنعملهم في الوضع المطلق. بعد كده التقسيمة بقى بتاعتنا الفليكس بتاعنا هنقول له 1
وزيرو وبعدين الميتين بكسل اللي هو العرض بتاع العنصر بتاعنا وبعديها المارجن زيرو من فوق زيرو من على اليمين والشمال 10 ومن تحت 20 بكسل بالشكل ده. دي التوزيع بتاعتنا ولسه طبعا ما عملناش اي حاجة واحدة واحدة كده وهنشوف كل حاجة بإذن الله مع بعض. نيجي بقى جوه الجيم بلوك نفسه. جوه الجيم بلوك عندنا حاجتين، عندنا الفرونت وعندنا الباك. هادي الفرونت وادي الباك، محتاجين نشوف هنعمل ايه في الفرونت والباك. الفرونت يا جماعة هيكون ليه الخلفية اللي انتوا شفتوها باك جراوند كولر 3 تلاتات او 3 اتنينات او اسود او اي حاجة. اللاين هايت هيكون نفس الارتفاع بتاع البلوك بتاعنا 200 بكسل. ليه؟ عشان انت في الفرونت هتحط يا اما علامة استفهام يا اما علامة تعجب، فطبعا انا لما اقول له لاين هايت 200 فبتكون متوسطة بالظبط في البلوك بتاعك عشان انت مديله اللاين هايت على قد الهايت بالظبط. حلو جدا. نيجي عند الباك ونقول له باك جراوند كولر، لون مختلف بقى الباك بتاعنا. حطيت انا لون اسمه 60 7D 8B، ده اللون اللي انا اخترته للباك اللي هو ورا الصور. تقدر تغيره زي ما انت عايز مفيش مشكلة. وهنقول له ترانسفورم روتيت واي زي ما انتوا اتعلمتوا في دروس الباك فيس والكارد اللي عملناه في القناة 180 درجة بالشكل ده. ده الشكل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين مفيش اي مشكلة خالص. لسه طبعا ما عملناش اي حاجة. الشكل اللي انت شايفه ده يا جماعة هو الباك. هنيجي دلوقتي بإذن الله عشان نخليهم يلفوا ونستعمل خاصية الباك فيس. طيب جميل جدا، عملنا الفرونت وعملنا الباك. في حاجة من الحاجات اللي محتاجين نعملها في الباك اللي هي الصورة. زي ما انتوا شايفين الصورة واخدة مساحة كبيرة محتاجين نصغرها شوية، فهقوله ان الصورة اللي جوه الباك الويدث بتاعها هيكون 140 بكسل والهايت بتاعها نفس القصة 140 بكسل برضو. طبعا يا جماعة 140 بكسل والهايت 200 يعني فاضل لك 60، يعني في 30 فوق و 30 تحت، فهقول له مارجن توب 30 بكسل. ده بالنسبة للصورة. الصورة صغرت اهي وكله تمام ومفيش اي مشكلة خالص والحمد لله وزي الفل. طيب نيجي عند الفيس اللي احنا قلنا عليه يا جماعة اللي جوه الجيم بلوك، في الفرونت والباك مشتركين في كلاس اسمه فيس، وده اللي احنا قلنا هيكون فيه الخواص اللي انت عايز تحطها على الفرونت والباك في نفس الوقت. طيب ايه الخواص دي؟ اول حاجة هيكونوا البوزيشن في الوضع المطلق، وهيكون الويدث 100% وهيكون الهايت 100% بالشكل ده، وبعدين التكست اللاين سنتر عشان الكلام يكون في النص. وقبل ما استعمل الباك فيس عايز اوري لك حاجه. ده الشكل بتاعنا اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، وهبدا بقى دلوقتي استعمل خاصيه الباك فيس فيزيبيليتي. باك فيس فيزيبيليتي هقول له هيدن بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده تمام وزي الفل. فاضل لنا البوردر وفاضل لنا نظهر علامه الاستفهام او نظهر علامه تعجب او اي حاجه انت محتاج تعملها. طيب هقول له بوردر 5 بكسل سوليد نفس اللون اللي انت عملته فوق اللي هو الازرق 2196F3 نفس اللون بالظبط اللي انت عامله هنا اهو، هو ده بالظبط مفيش اي اختلاف بينه. طيب جميل جدا وزي الفل. محتاجين دلوقتي نحط علامه استفهام. هنحطها بايه؟ بالبيفور والافتر. هاجي عند الفرونت هنا وهقول له بيفور بالشكل ده. الكونتنت هنا تقدر تحط فيها بقى اللي انت عايزه، عايز علامه استفهام ماشي، عايز علامه تعجب ماشي مفيش اي مشكله خالص. اللون هيبقى ابيض 3F. الفون سايز بقى بص كبر زي ما انت عايز مفيش مشكله خالص 140 بكسل مثلا. الفونت ويت هيكون بولد لو انت حابب بالشكل ده، وتقدر طبعا ان انت تخليها علامة تعجب عشان بس تشوف وتتأكد. علامة التعجب احسن هنخليها تمام. علامة التعجب ظريفة برضو مفيش مشكلة منها، خليها وكله تمام. طيب كده يا جماعة الحمد لله احنا عملنا الفكرة بتاعتنا. فاضل لنا حاجة واحدة بس، فاضل لنا يا شباب ان احنا نعمل روتيت 180 درجة روتيت واي عشان يقلب الكارت. ازاي؟ يعني لو جيت عند كارت زي ده مثلا اللي هو ده تمام، وهقول له هنا روتيت واي ترانسفورم روتيت واي 180 ديجري. شايفين يا شباب هو ده اللي احنا عايزين نعمله بالظبط اهو، ده بالظبط اللي انت عايز تعمله. طب ده هنعمله ازاي؟ ده هنعمله في كلاس معين. الكلاس ده لما يجي الشخص يدوس على كارت، الكارت بيتحط عليه كلاس معين فيروح عامل الحركه دي. حلو جدا. فاجي عند الجيم بلوك ده
وهقول له لو انت عندك كلاس اسمه is flipped بالشكل ده هتعمل ايه. لو انا عندي كلاس اسمه is flipped هتعمل transform rotate y 180 degree بالشكل ده. طبعا ما تنساش تحط الويب كيت البريفيكسس اللي احنا اتعودنا عليها بالشكل ده. لو انت طبعا شغال بالقلب او عندك اضافة بتعمل الكلام ده فمصلحة جدا، مفيش اي مشكلة خالص. كده بقى عندنا كلاس اسمه is flipped، لو لقيته موجود مع الجيم بلوك هيروح عامل الحركة دي. طب ادي الجيم بلوك، حط عليه الاس فليبت، شايفين كله تمام والحمد لله. وهي دي الفكرة بتاعتنا. كده خلصنا تنسيقات CSS قبل ما ندخل ونكتب الكود بتاع الجافا سكريبت بتاعنا. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.